حجاج البحرين جمرات العقبة الكبرى وسط تنظيم عال وسلاسة في الإجراءات من قبل رجال الأمن السعودي، وخلال مشعر منى تطمنت بعثة الحج البحرينية على صحة الحجاج الذين يواصلون تبادل التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار إلى مكة المكرمة والتفاصيل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وسط صيحات التلبية والتكبير سعى الحجاج في المشاعر المقدسة مذعنين ومتضرعين، رموا الجمرات واحتفلوا بعيدهم. ولم تنسى بعثة الحج البحرينية وسط هذا الزحام من التأكد من سلامة وصحة أفرادها في هذا المكان المبارك. العيادة مجهزة حق قسمين، قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء. طبعا العيادة مجهزة بكل الأجهزة الطبية وأجهزة الطوارئ والأدوية، واستحدثنا جهاز خاص رئوي حق الانعاش سهل في الاستخدام، بحيث حتى لو صار حالة طارئة خارج نقدر ناخذه بسهولة معنا حق الخارج. اكثر الحالات اللي ممكن تجينا اجهاد حراري، هذه اكثر شيء مناسبة لنا الجو صيف والحركة زايدة، فهي اكثر الحالات اللي ممكن نستقبلها. وتواصلت كلمات الانس والسرور بعيد الاضحى المبارك. عنا والدتي والدي وأهنى الحكومة الرشيدة حكومة البحرين وعلى رأسهم الملك حمد، وأهنى الشعب السعودي على ما قاموه من جهود طيبة يعني على بذلوه على الحجاج، وعلى رأسهم ملكهم سلمان بن عبد العزيز. أوجه لكل شعب البحرين ولكل الحجاج وكل هلي، وإحنا بخير وبصحة وعافية والحمد لله، وما ينقصنا سواهم هم. نتمنى الكل يجي لنا إن شاء الله الحج وكلش الحج ميسر ولا يخافون يعني. حروف التهاني وصلت مبتغاها قبل خروجها، فمشاعر حجاج المملكة كانت أبلغ من الكلام. سلام مغلف بحب الوطن ومتوج بحب قيادته الرشيدة. قرب الرحيل عن هذا المكان في مسك ختام لما يحمله عيدهم من ألفة ومحبة، وما يسهم به من تمتين أواصر التقارب والتآخي. عقارب الساعة ها هي قد بدأت تدق آزفة على الرحيل، ومن مشعر منى حجاج المملكة يرمون الجمرات ويقضون آخر مناسك الحج في هذا المكان المبارك. لتلفزيون البحرين صالح يوسف، مكة المكرمة.